بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحانك اللهم عبد الودود انتظروا هذا الاسم هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. عبد الودود انتظروا هذا الاسم سيعلن عن اسمه في مسار كرة القدم المراكشية وابن مدينة مراكش، يعني انه من الكوب المراكشي الى نهضة الزمامرة الى مجموعة من الأندية، يعني نعم يعني لاعب واعد لاعب يعني متألق ان شاء الله الرحمن الرحيم، ذو امكانيات تقنيه هائله، كنتمنى له التوفيق كذلك ان شاء الله. ابو لاعب افريقي انا اعتبره اضافه نوعيه للفريق. Il va être l'un des piliers de, ce, de cette équipe, Inch'Allah, cette année. Il va donner une valeur ajoutée à notre équipe. Il a un talent très intéressant. J'espère qu'on réussira ensemble cette année la montée, Inch'Allah, grâce à l'effort de toute l'équipe, Inch'Allah. تتخول لنا انه يخدم في واحد الاريحيه وانه يعطي مع الفريق ومع اللاعبين اللي اختار واحد فريق نموذجي لتحقيق هذه العمليه هذا المبتغى هذا. يعني جلبنا لهذه العمليه لهذا دعمنا الفريق بعدما غادرنا لاعبين اخرين بالترتيب، هناك السي شاكيب بن زوكان، هناك السي يوسف بياني، هناك السي ابو، هناك يعني لاعبين شبان منهم حجي منهم يعني القباج، يعني مجموعه من اللاعبين اللي يمكن نطعموا بهم الفريق، وان شاء الله تنتمنوا انهم نحققوا معاهم المبتغى ونبصموا على واحد الموسم ونمثلوا مدينه مراكش احسن تمثيل لكي نعطي اشعاع كبير للرياضه. كما انه تنتمنوا ان شاء الله هذه السنه هذا تدارك مضاع على مستوى خصوصا وانه مدينه مراكش كجميع يعني ربوع المملكه كتعرف تجديد النخب السياسيه ديالها، وانه تنهنئوا الوطن كامل بالمسار الديمقراطي اللي درست منه، وانه اليوم الشعب عبر على المنتخب ديالو، واللي كنتمنوا يكونوا سندا للشباب والرياضه والثقافة، لأنه ضاعت هذه السنين الأخيرة وأنها فقدت البريق ديالها. اليوم يعني كي قلتي هذه مسؤوليتنا جميعا، نحن كمسؤولين ولكن نحن بحاجة إلى دعم المجالس المنتخبة وعلى رأسها المجلس الجماعي، مجلس جهة مراكش أسفي والمجلس الإقليمي، اللي كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم في ظل الأفكار الجديدة أنه يلقى يعني واحد الطريقة لدعم الرياضة بشكل مباشر على غرار جميع يعني المجالس الإقليمية في ربوع المملكة، اللي تنجي وتلقاو بأنك الدعم بمبالغ جد مهمة الرياضة والفرق ديال الصفوة ديال المدينة. يعني اليوم الرياضة ما يمكنش تمشى كذلك إلا بوجود يعني واحد السرح إعلامي متتبع ومواكب للتنمية ديال الرياضة، يعني هو اللي بالحركات النقدية ديالو وبنقل الحقائق تيخلي جميع الأندية والرؤساء واللاعبين، وفيه تحفيز اللاعبين وفيه تصحيح لأخطاء المسيرين كذلك، وفيه واحد الدعم للرياضة مدينة مراكش ودعم للحكامة في التسيير. يعني الصحفي عنده من الإمكانيات ومن التجربة باش أنه يكون يقوم معنا العمل ديالنا،